السيناغوغ كيبلغ في 240، وكان كيتكن في حي بينتو الكبير الاول اللي هو التوفانة، مدفون في مدينة الصويرة، مات 165 عام. ومن بعد خلى ولادو وحفادو، الاخر الخامس هو دافيد بينتو اللي كيجي العام العام كيدير هلولة، كيجيو الناس من العالم كامل، كيجيو اكثر من 2000 واحد. واحد صالح ديالهم كانوا كيجيو عندو الناس اللي مراض اللي عنده شي مشكل، كان كيختم دراري صغار، كان كيدير العرس من المسلمين من اليهود من كل شيء. كاين البيت اللي فيها واحد الكرسي فاش كيختم دراري صغار، واحد البيت كان كيعبد فيه الله، ملي كيدخل هو كيجلس فيه ما كيخرجش، كيبقى تما، والناس تما كيدخلوا عنده في داك التحتي اللي بغى يزور عنده اللي كلشي، وكان كينعس تما هو ولادو، والفوق كيصلي هو ولادو. انا الوالد ديالي كان قبل مني هو اللي كان كيدير حارس المقبره الاسرائيليه، مات توفى الله يرحمه، ومن بعد انا كنت خدامه سكرتيره مع محامي، طلبوني لي غابه باش نشد لهم السرد ديال الصلاه، لان غادي نتوما اللي كتعرفوا التاريخ ديالنا. على مني عقله، وحنا الحمد لله بخير وعلى خير، بالاخص في المغرب ديالنا ما عندنا حتى شي مشكل بين لا اليهود لا مسيح لا نصارى لا اليهود، كلشي كيعيش عندنا في المغرب بالسلام.